بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل اكله كده مشهوره قوي اسمها مقلوبه، بس احنا هنعملها بطريقه جديده وهي مقلوبه المكرونه. هنعملها بالمكرونه وشويه لحمه صغيرين وشويه خضار ونبقى عملنا طبق جديد. الطبق الجديد بقى بيكون من ايه؟ كيس مكرونه، ناخد مكرونه اللي هي مثلا اي نوع، بس يعني الخواتم او الصغيره، احنا عايزين حاجه ايه؟ اصغر حاجه شويه يعني. فلو مكرونه قلم ماشي، لو مكرونه خواتم ماشي، لو مكرونه صغيره برده ماشي، يعني اي نوع مكرونه ماشي. بس يعني انا حاولت ان انا اجيب لقيت عندي الخواتم، بس انا لو عليا كان ممكن اجيب الاصغر كمان. فممكن يا خواتم يا اصغر، ولو قلم مش هيقول لا برده، تمام؟ بس مسلوقه، هنسلقها عادي. وعندي هنا حته لحمه مفرومه، يعني ديت ممكن نص كيلو او اقل، ممكن اقل من نص كيلو كمان هنمشيها. عندي بتنجان مقلي شرايح كده مدوره عادي خالص، طماطم شرايح، عندي فلفل الوان او فلفل اخضر، يعني انا عندي فلفل احمر وفلفل اصفر، لو عندك اخضر مش عايزه ولا اصفر ولا احمر مش مشكله خالص، حتى برده يبقى لونه حلو ومخضر كده في وسط الوصفه. عندي اربع بيضات، قرفه وجنزبيل وملح وفلفل وبصل وجبنه موتزاريلا. دي بقى ايه الاساس بتاعها؟ يعني احنا دايما اما نيجي نعمل مقلوبه بقى رز كده ويستوي على النار، فيبدا ان هو يمسك في نفسه، لما اقلبه بيبقى ماسك في نفسه مستوى. طب المكرونه دي مسلوقه هتمسك في نفسها ازاي؟ انا هعمل لها حاجه يعني زي العجين باللحمه والجبنه والبيض، وانزل فيها المكرونه، هو ده اللي هيعمل معايا عمليه الربط. سهله خالص وبسيطه، انا مجرد اسلق مكرونه واقلي كام بتنجانه، ده لو انت مش عايزه التنجان كمان مش لازم، راح قال لي كام بتنجانيه واحده كده كام شريحه منها وخلاص على كده سهله. يبقى اللي عملته على النار من فوق ان انا قليت البتنجان وسلقت الايه؟ المكرونه. طيب انا عايزه اقلي البتنجان وما يشربش زيت، بعمل ايه عشان اقول لكم المعلومه دي تاني كل مره بقولها؟ ان انا بقطع بتنجان وابدره بشويه دقيق واروح قلياه في زيت سخن بس ولا حاجه تانية. كنا زمان برضو في الطريقه الثانيه اللي كانت بس كانت بتاخد معانا يعني وقت شويه، انا اسرع تاني ان انا ابدرها اقفل مسماها بالدقيق، انما كان زمان بنحط لها ملح ونضغط عليها بحاجه عشان الملح الميه تنزل من البتنجان وابدا ان انا اقليه. الطريقه دي اسهل واصح كمان، ان انا اقفل مسماها بالدقيق وبعدين اقليها، دي ما بتفقدش ميه وما بتفقدش اي فيتامينات جوه البتنجانه، تمام كده؟ طيب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بس بوله كبيره ونجيب صينيه، صينيه بايركس اي صينيه عندك، نجيب شويه زيت ألمع كل الايه الجوانب كلها بالزيت كده عشان تقلب معايا بسهوله بعد كده. ماشي، هحط شرايح الطماطم تمام، هقطعها رفيع شوية كده، دي طعم المكرونة وما تخليهاش المكرونة تلزق في الايه؟ في الصينيه، اما اقلبها يبقى باين بقى ايه؟ مقلوبه بقى، مش مقلوبه فيها اخضر وفي حركات بنعملها دي، هي دي تبقى مقلوبه. وناخد بتنجان، ده طبعا ده الباذنجان ده اختياري، ممكن ممكن لا، ده انا ممكن كده كفايه تمام، مش عايزه تكتريه قوي. نيجي بقى هنا عندي البصل، بصل مفروم عشان البس جوانتي عشان هعجن دلوقتي، هعجن بقى البصل من الفلفل والفلفل والايه واللحمه والبيض وكل دوت، محتاج يد اكتر ما يكون محتاج اله يعني. بس الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هدى، اهلا وسهلا. اهلا بك يا مدام نجلاء. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لو لله. لو سمحتي يا مدام نجلاء. اتفضلي. انا بيعجبني حلك للمشاكل وعنده مشكله وطالبه مساعدتك فيها. ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي قولي.
بس مش هينفع اتكلم كده. انت حاسك صغير اصلا. عندك كام سنه يا هدى؟ اه عندك كام سنه؟ 24. ماشي يا هدى، خلاص سيبي نمرة تليفونك يا حبيبتي. شكرا ليكي، وان شاء الله ربنا يبعد اي مشاكل، وخدي كل الامور ببساطه هتلاقيها اتحلت لوحدها ان شاء الله. يعني ما ندققش على كل حاجه وكل كلمه. هم اللي بيجروا شكلي. وكل كلمه ادقق عليها، وكل كلمه اعمل لها حساب، وكل كلمه احطها في دماغي لا فوتي، وهتلاقي المواضيع عدت بكل سهوله كانك ما سمعتيش. واحتسبي عند الله بقى، ربنا هو اللي هيجيب لك حقك وينصرك، وكمان هتبقي مرتاحه البال لا تيجي على اعصابك وتتضايقي وتزعلي لا ولا كانك سمعتي اي حاجه. حاولي تفوتي، حاولي فلان قال عليا، فلان عاد عليا، يعني حاولي تفوتي كتير وما تدقيش على كلام اي حد. وصدقيني حتى ما انت بتعملي كده انت بتغذي اللي قدامك اكتر، لما يلاقي ان انت مش همك وعادي ويعني اللي عملتوه عملتوه اللي قلتوه قلتوه اللي خدتوه خدتوه، بتلاقي بتغذي اللي قدامك اكتر، بيتعب اكتر. انت بس تريحي وربنا بيكرمك، ربنا بيعوضك كتير قوي ان شاء الله. يعني بصوا كده، بصل، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل، فلفل الوان او فلفل اخضر. انما بقى الواحد هيزعل ويعمل، هتلاقي نفسكوا ايه اللي بيحصل يعني؟ هتتعي وتبقي منكده على نفسك وهتبقي كشريه. لا فوتي فوتي، خليها على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 4 بيضات او 5، 4 بيضات او 5. معانا حنين، اهلا وسهلا يا حنين. يا حنين ناخد حوالي نص كوبايه جبنه موتزاريلا كده. كلمينا تاني يا حنين. وناخد لحمه مفرومه، انا خدت ربع كيلو اهو بس حتى، وافركه مع الايه ني، مش مستوي ولا حاجه، هو لسه هي حته صغنونه وهتفرد مع المكرونه فايه هتستوي على طول، ما تقلقيش يعني. يا حنين اهلا وسهلا. ايوه نجلاء. ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لك اي سؤال يا حنين؟ لا انا بس عايزه اسلم عليكي. صباح الفل عليكي. شكرا يا حبيبتي، صباح الفل عليكي، شكرا. بصوا كده. لو لقيتي المكرونه مفرفره قوي، يعني لقيتي ان هي ايه، لا دي لسه يعني كل حاجه لوحدها مش مختلطه المكرونيه باي بيضه او اي حاجه، اكسري بيضه كمان عليها. لقيتيها لا هي كلها معجنه مع بعض كده، وكل المكرونه ماسكه مع بعضها يعني كده. بصوا لا هي كده حلوه، يعني تمسكي الكبشه كده فيها كل المكونات، فيها كل مكونات اللحمه مع البيض مع كل حاجه. انما لما تمسكي الكبشه وتلاقيها لا دي ما فيهاش حاجه، المكرونه فاضيه، اكسري عليها بيضه كمان. ماشي، نجيب بقى ايه الصينيه. معانا ام اسلام، اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ حضرتك الله يخليكي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا رب ان شاء الله. الله يكرمك والله، تسلم ايديك يعني على اللي انت بتعمليه والله. الله يكرمك يا حبيبتي. تسلم ايديك. تسلم ايديك وربنا يخليك لينا بقى. الله وانا ليا طلب عندك والنبي. اتفضلي اموري. بصي يعني انا الحلقه بتاعت تكفيف التين والزبيب. انا ما شفتهاش في الاخر خالص. طيب حاضر. وبعدين افتح الموقع، الموقع مش بيتفتح. طيب هنحاول اعيدها لك تاني. حاضر عيني. هو لسه في عنب كتير دلوقتي في السوق؟ هعملها لك. حاضر ان شاء الله نحاول نعيدها قريب يا جماعه. التين والعنب. طيب تحسوا ان انا في كوكب تاني مش عارفه ليه. اهي بصوا كده، تحسي كل مكرونايه فيها كل حاجه. مكرونه مسلوقه، خلي بالكم محدش حطها نيه، انا مش حاطه اي سوائل تسوي مكرونه. ناخد بقى كده على وشها شويه جبنه
بقيه الكوبايه. انا حطيت نص كده في جوه او اكتر شويه وشويه بره، بس مش كتير خالص. بس هو ده اللي هيعمل لي عمليه الربط. اجيب بس ورقه الومنيوم واغطيها وادخلها الفرن، وحاولي تدخليها من تحت ما تبقاش من فوق. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اخلي الفرن هو اللي ايه شغال من تحت اكتر. انا مش عايزه الوش يحمر، انا عايزه ايه، انا عايزاها تستوي من جوه اللحمه والبيض وكل الكلام ده، وتمسك في بعضها واقدر ان انا اقلبها بسهوله. في ناس تقول طب انا ممكن اعملها لحمه معصجه. ممكن، بس انا عامله اللحمه نيه مخصوص علشان تعمل لي عمليه ربط، ان هي هتمسك لي المكرونه مع بعضها. معانا ايفون، اهلا وسهلا يا ايفون. اهلا بيكي يا مدام. زي حضرتك. اهلا بيكي. الله يخليك. زي حضرتك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يكرمك. اموريني الحمد لله. اتفضلي. التورته اللي عملتيها امبارح، قسمتي العجينه على 3 مرات. مرتين. الجزء الاولاني في صينيه والثاني في صينيه والثالث عملتي بيه ايه؟ لا، هم على صينيتين بس. بصي على 3. لا، انا عملت الاثنين، قسمت الثالثه دي هتطلع لها لون بس، رحت مقسماهم وحطاهم على الصينيتين التانيين تاني. خدتي بالك معايا؟ يعني انا قسمت، حطيت في صينيه وبعدين حطيت في صينيه وبقى جزء في الطبق، حطيت اللون احمر، وبعدين رحت موزعاه شويه على الصينيه دي عمال فردتها، وشويه عملتها بالمعلقه صوابع على الصينيه الثانيه، وعملت لها شكل كده بالسكينه او بالخله ودخلتها الفرن، فبقت عباره عن صينيتين. ماشي. شكرا جدا ليكي. بص كده هحطها كويس كده علشان ايه الوش ما ينشفش، لان مفيش اي سوائل، وسواء هتنزل حاجه بسيطه من اللحمه اللي هي تسوي لي اللحمه وتربط لي الاكله مع بعضها. هدخلها في الفرن بقى من تحت. ماشي. واسيبها بقى كده لغايه ما ايه تقعد حوالي نص ساعه. تقعد حوالي نص ساعه. تمام كده. بس كده. يعني بص، خلي حته اللحمه اللي خدتها منها قد كده اهو، يعني عشان تعرف ان احنا بناخد ايه بواقي العيد يعني ان شاء الله. طيب هطلع فاصل دلوقتي وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى، دي اللي انا كنت عاملاها قبل الحلقه. طبعا كان لازم تتعمل قبل الحلقه عشان تسيبها تهدى شويه وبعدين تقلب، مش اول ما تطلعوها من الفرن على طول تقلبوها، لا بسيبوها تهدى شويه وبعدين نقلبها بالشكل ده. خلاص بتقطع برضو، كل ما تسيبها تهدى خالص بتقطع معاكي احلى كتير، بتطلع مربعه مستقيمه حلوه كده مظبوطه يعني. وحتى لو ما طلعتش هي كده حلوه جدا، فيها اللحمه، فيها الفلفل، فيها الطماطم، فيها البتنجان. وان شاء الله جربوها وتعجبكم، سهله جدا، وفيها البيض وجبنه الموتزاريلا عشان ما ننساهمش. طيب خلاص خلصنا من الاكله دي. دي غدوه لوحدها، اللي يحب يعملها اهلا وسهلا، اللي ما يحبش ممكن يطبخ معانا النهارده كوسه، صينيه كوسه بالسجق او حله. حابه تسيبيها في الحله زي ما هي سيبيها، حابه تنزليها في الصينيه نزليها في الصينيه، اللي يريحك. انا عندي هنا كوسه، دول حوالي نص كيلو او اكتر، سجق طبعا الكميه اللي انت عايزاها، عصير طماطم، ثوم، طماطم مكعبات، وفلفل رومي. بنعمل ايه؟ حيالين دلوقتي ممكن نسيب السجق سليم زي ما هو وممكن نقطعه، انتوا ايه رايكم؟ نقطعه؟ ممكن نقطعه احسن عشان ما يلخمناش. ممكن نقطعه بس تقطيعات ما يعني، ممكن الصباع على 3 كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هنحط بقى السجق والطماطم والفلفل على النار كلهم مع بعض مع شوية مية،
قلنا بلاش السجق نحط له ماده دهنيه لان هو مليان، خصوصا لو شارياه. لو عملناه مع بعض زي العيد كده، لا ده ممكن تلاقيه حلو جدا كله مفيش كله لحمه عاديه. هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. باليد عشان ما باليد الحيله. تعالى رايح فين؟ ماشي. ناخد كده الطماطم مقطعه مكعبات، فلفل رومي ملون او اخضر او اي حاجه عليها مكعبات برضو كده، ومعاها يعني لو نص كيلو نص كوبايه ميه، لو نص كيلو نص كوبايه ميه. واغطي عليها شويه قد كده، ايه 10 دقايق، مش 10 دقايق يعني، لا يغلي بس حلو قوي كده، وبعدين هننزل عليه عصير الطماطم. طيب نقطع بقى الكوسه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. حرب حرب حرب. انا جايبه كوسه وتوم بس، ما حطيتش بصل النهارده. لو عايزه تضيفي بصل هنضيفه مع الخلطه دي على طول مع الايه السجق. ما تحطيش السجق والبصل والفلفل والايه الطماطم، مش عايزه بصل خلاص، هو كده حلو قوي. هناخد بس نقطعها كده ايه نصين. عايز تعمليها دايره اعمليها دايره، عايز تعمليها مكعبات اعمليها مكعبات، اللي يريحك. تمام. طبعا تعمليش كميه كوسه كبيره قوي، يعني مثلا اعملي على قدك النهارده، الكوسه لما بتبات بتتهري قوي، فالاحسن تعملي قد اللي هيتاكل النهارده. طبعا حسب بقى انت عارفه بتعملي كوسايتين ثلاثه اربعه نص كيلو كيلو زي ما انتوا عايزين، يعني حسب عدد افراد الاسره طبعا. فما نكترش خالص في الكوسه، طبيخ الكوسه بالذات من الحاجات لو باتت بتبقى مهريه جدا، الكوسه لما يكون حجمها حلو كبير كده. يعني زي ما اتفقنا الكوسه الكبيره دي هي المفيده اكتر. الصينيه كده بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن كفايه كده. طبعا دي جنبها رز بالشعريه بتبقى خطيره، وزي ما قلت لك لو عايز تحطي الكوسه في الحله عادي جدا ممكن، بس في الصينيه اقيم يعني اشيك كده في الصينيه. حط الثوم الني عليها كده. حطينا شويه ملح وفلفل اسود صغيرين. انا ما حطيتش اي ماده دهنيه خالص هنا علشان السجق ايه بيبقى دهني كتير، فهنا مش محتاجه. يبقى كده الكوسه قطعتها حطيت عليها ثوم وملح وفلفل بس كده. ماشي اهي، هنا السجق غلي هنزل عليه عصير الطماطم عشان يغلي معاه برضو. ولو ما عوزتش الكوسه صينيه بسيبها تغلي تاني وانزل فيها الكوسه بقى، واخليها ما فيش 10 دقايق واطفي عليها تبقى حله كوسه محترمه. انا هسيبها تغلي تاني
وهنزلها كده بالسائل بتاعها، تخش الفرن تتسبك وتاخد راحتها على الاخر. عايزين ايه؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ ام احمد اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبتي. ازيك انت عامله ايه؟ من زمان بقالي سنين نفسي اكلمك والله يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبتي. ربنا يكرمك ويسر. انت من زي حبيبتي يعني. ربنا يخليك. ازاي بقى ربنا يخليك؟ ربنا يديك الصحه. انا عايزه بربيف تاني يا رب يخليكي. عندي اللحمه طبعا بتاعت العيد ونفسي اعمله. عايز تعملي ايه؟ البلوبيف. عايزه البلوبيف. طيب حاضر عيني. يا ريت تجيبه لي على الشاشه لان المره اللي فاتت ما عرفتش اكتبه كده. طيب احنا عندنا بقى وعايزين فرصه نعملها. ايوه صح صح. انا نزلنا الحلقه برضو قريب علشان يا ريت تنزليها. عشان نلحقه فعلا انا نزلت عملنا حلقه مسجله كده قبل العيد او بعد العيد كمان علشان فعلا نلحق نجرب الحاجات اللي احنا عملناها زي البلوبيف والبسطرمه واللانشون والكلام ده كله، علشان فرصه يعني اللحمه موجوده نجرب بقى. وممكن تجرب كميه قليله جدا اكتر من احنا عملناها كمان. معانا ندى اهلا وسهلا. يا ندى. الو. ايوه يا ندى ازيك. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن توطي التلفزيون شويه يا ندى؟ وطي التلفزيون. حاضر. لو سمحتي عايزه طريقه عمل الزلابيه. الزلابيه؟ حاضر. حاجه تانية؟ شكرا جدا ليكي. حاضر عينيا. اخد بقى ايه؟ بص هو ما سبكش خالص بس غلي بس عشان طبعا لسه عايزه الايه؟ عايزه الكوسه تستوي. رز بالشعريه بقى مع الوكاكه دي هايله 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 ان شاء الله يعني. بسم الله. ندخلها بين الكوسه كده واروح حطها بقى ايه في الفرن على الرف واسيبها تعيش حياتها. طبعا الكوسه انتوا عارفين سريعه السوى ما بتاخدش وقت، بس يعني في الفرن على البوتاجاز تاخد لها 10 دقائق، في الفرن تاخد لها حوالي نص ساعه. البلوبيف جبتوا المقادير؟ طبعا مثلا انا هقول لك الطريقه بتاعت البلوبيف على ما يجيبوا لك المقادير بتاعتها. حط بس دي في الفرن كده عشان تلحق تستوي. البلوبيف احنا بنجيب اللحمه ولازم تكون ملبسه او تجيبي معاها دهن. يعني مثلا لو انت عملنا يعني خليها نص كيلو لحمه كفايه، هتجيبي نص كيلو لحمه ملبسه يعني فيها دهن، او نص كيلو لحمه ومعاها حتتين دهن كويسين قد ربع كيلو مثلا. هي دهنها كتير. لا ليه بقول لك دهنها كتير؟ لازم تبقى كده لان هي دي يعتبر الماده الحافظه للحمه. يعني انا ما ينفعش ان انا اقول مش هحط البلوبيف دهن، لا ده انا هحطه بلحمه حمراء خالص علشان ايه يبقى صحي اكتر. في البلوبيف ما ينفعش لان الدهن ده الماده الحافظه بتاعه الايه البلوبيف، فلازم يكون فيها دهن. فلو هعمل نص كيلو لحمه لازم يكون معاها حوالي ربع كيلو من الدهن. ده نجيبه عند الجزار عادي. معانا على الشاشه اهو. خلاص فهناخد اللحمه وبعدين اقطعها قطع متوسطه، اجيب ميه وهروح نقع مخلله يعتبر اللحمه دي. يعني ايه اخللها؟ احطها في ميه وملح وممكن حته بنجر نقطعها عشان تدي لون حلو احمر، لان الميه والملح وشويه الخل بيعملوا ايه؟ بيخلوا اللحمه لونها رصاصي رمادي، فتيجي تعمليها يبقى شكلها وحش قوي. فنحطيها شويه بنجر لان في الاخر بنحط لها لون، لو مش عايزه بلاش، احنا ممكن في الاخر نديها شويه لون زي المصانع بتعمل بالظبط. فعندك هنا كيلو اللحمه معايا ربع دهنه او اكتر، ومعلقة كبيرة من السماق، ورق لورا، وحبهان، وفول صويا، كوباية فول صويا دي في الآخر مش في الأول، لأن دي هنقع الأول اللحمة لمدة حوالي 5 أيام في التلاجة. في التلاجة. بعد كده هروح مطلعاها من اللحمة اللي هي متخللة فيها دي، اللي هي إيه نص كوباية، نقع بقى نص كوباية من الملح،
ونص كوبايه خل ومع ثمره بنجر ببشرها عليها وفلفل اسود، واروح مغطيها في التلاجه لمده 5 ايام. بطلعها بقى من الميه دي، بكون عامله ميه ثانيه عشان اسلقها فيها، وفيها برضو بنجر وفيها شويه الملح والفلفل، وبسلقها عادي خالص بس يكون فيها بنجر برضو. تمام، سلقتها هي والدهن والكلام ده كله، بروح مطلعاها وفرماها وحط عليها بقى السماق، وحط عليها الحبهان، وحط عليها ورق لورا، ده الحبهان ورق لورا ده للسلق ماشي، ده بصفيه منها بس، بحط عليها هي السماق، وبكون فول الصويا نقعاه، كوبايه الفول الصويا دي نقعاها في حوالي كوبايه من الميه، فبتشرب الميه بتاعتها كلها. واروح حطها على في المفرمه اللحمه اللي انا سلقتها وهي سخنه، وهي سخنه كده اطلعها واروح احطها في المفرمه، حط عليها فول الصويا، حط عليها السماق، حطي البنجرايه كمان معاها، وهريسي ده كله مع بعضه حلو جدا جدا. وتكوني بقى خدي شويه من الشوربه اللي احنا عملناها اللي سلقتي فيها دي حوالي نص كوبايه، حطي عليها معلقه جيلاتين كبيره، وحطي عليها لون احمر كمان، فنص كوبايه الايه الشوربه دي، وتروحي واخداهم حطها على في الخلاط او في الفود بروسيسور اللي احنا بنطحن فيه، وطحني ده كله مع بعضه. يبقى طحنا ايه؟ اللحمه اللي سلقناها، فول الصويا، ومعاها نص كوبايه من الشوربه اللي احنا سالقين فيها، وفيها الايه معلقه كبيره من الجيلاتين، وفيها كمان اللون، لو حطي لون احمر، لو البنجر حسيت لونه مش قوي حطي لون احمر عليه عشان تبقاش بس شكلها مش حلو. وتعالي بقى هرسي ده كله مع بعضه، وتعالي حطيها في اي بطرمان او اي علبه، واضغطي عليها كويس جدا، ودخليها الثلاجه، دي بتاكلي منها تاني يوم. دي مده صلاحيتها في الثلاجه حوالي 10 ايام، لان دهونها كتير، فان شاء الله ما بتبصش. خلاص، عارفين كانوا زمان ايام الحج والحاجات دي عشان ياخدوا معاهم لحمه او ياخدوا في السفر يعني، فكانوا يسيحوا دهن كتير خالص، ويسيحوا دهن ويحطوه مثلا في قدره او في بطرمان او في اي حاجه، ويسقطوا فيه قطع اللحمه، وبعد كده لما بيعوزوها بقى في السفر بيروحوا ايه مسيحين ومطلعين، او يكسروا الدهن ده ويطلعوا منه اللحمه ويسلقوه او يعملوه اي حاجه زي ما هم عايزين. كانت دي الماده الحافظه بدل الثلاجات يعني. خلاص، طيب هطلع دلوقتي في فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض بقى ايه قرص او اقراص الحلوه او مسكره شويه. دي قرص بالسكر كده ان شاء الله تعجبكم، قرفه وجنزبيل، حاجه كده جديده شويه، بس انا هعملها على شكل قرص. دي بقى ممكن تنفع المدارس، حلوه قوي، تنفع بقى الشاي، اي حاجه، يا شاي بلبن الصبح كده ماشي. طيب مقاديرنا ايه؟ سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله موجوده عندكم في البيت على طول ان شاء الله، الخير كله عندكم ان شاء الله. عندي هنا 3 كوبايات دقيق اللي هو نص كيلو، 3 كوبايات دقيق اللي هو نص كيلو، نص كوبايه من السمن، نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه مش علبه، مش نص علبه، تمام؟ يبقى نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من الزبادي، ربع كوبايه من العسل الابيض، ده هيديها هيشان كده، بتبقى هشه قوي فيها، وبيديها كمان طعم مسكر شويه، عشان كده بقول لك هي تنفع قرص اكتر من ان هي عيش، مش محتاجه اي غموس. عندي هنا بقى بيضه بيكنج باودر وفانيليا، معلقه كبيره ومعلقه كبيره فانيليا، خميره، قرفه وجنزبيل، ومعلقه سكر للوش، يعني رشه كده هديها، هوريك هعملها ازاي دلوقتي. فعندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، وهناجن بميه 3 كوبايات من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ممكن اسيح بس السمنه دي علشان ما تضايقناش. العين السخنه على طول. نص كوبايه السمنه على 3 كوبايات، دي حلوه جدا، هتبقى مظبوطه وتحسي ان هي ايه، لا هي طريه ولا هي مبسوسه، بين البنين. حاسه ان دي اكتر من نص كوبايه ليها كده، حلو. نص كوبايه من السمنه، اسيحها مش هقدحها، اسيحها بس، عشان كده اطلعها بره كده واسيبها ايه دي بره النار تسيح براحتها. هاجي هنا بقى هاخد ايه، معلقه كبيره بيكنج باودر، يبقى 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره مليانه جنزبيل،
نص معلقه صغيره قرفه، يعني رشه قرفه كده مش كتير عشان ما تغمقش معايا العجينه. فانيليا، هحط الفانيليا على البيضه، هحط الفانيليا على البيضه كده. نص كوباية زبادي، نص كوباية مش نص علبة، نص كوباية بتاع كل ده. أنا بخلي العيش غني جدا. ربع كوباية عسل نحل، ربع كوباية عسل نحل. ربع كوباية عسل نحل. على الثلاث كوبايات دقيق، على الثلاث كوبايات دقيق. ماشي؟ معانا أم أحمد، أهلا وسهلا. أيوة ازي حضرتك؟ مش أكلم حضرتك من زمان والله. أهلا وسهلا بيكي، أهلا وسهلا. ازي حضرتك عاملة إيه؟ معلش بعد إذن حضرتك كنت عايزة رقم حضرتك الشخصي. حاضر، حاجة تانية؟ ماشي شكرا. شكرا ليكي. هناخد بقى نص كوبايه السمن. بسم الله، السايحه بس مش مقدوحه. واجيب الميه، يبقى انا كده ايه، هقول تاني انا عملت ايه. ثلاث كوبايات دقيق، ثلاث كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه الملح، وبيضه، وباكو فانيليا، وكل ده ضربته مع بعضه. وبعدين اتحط نص كوبايه، وحطيت معلقه صغيره من الجنزبيل، ونص معلقه من القرفه، وحطيت نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من السمنه، ربع كوبايه من العسل الابيض. تمام، حط ميه واعجن بقى. عجينه طريه، قايه ميه حتى قليل قوي، لان هي فيها زبادي وفيها عسل وسمنه، فكل طبعا بيديها ايه، دي كلها يعتبر مواد سايله، فبتدي عجينه طراوه جامده. بعجن شويه شويه، يعني حتى لو على ايديا برضو حلوه جدا، مش صعبه خالص. بسم الله، بس كده. معانا زهراء، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف مجلي، ازيك يا زهراء؟ الحمد لله. ازيك انتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اطلب من حضرتك طريقه عمل تشيز كيك. تشيز كيك، حاضر. حاجه تانية؟ لا شكرا. شكرا ليكي جدا. حاضر حاضر حاضر. شوف لو اي حاجه فيها كده متلخبطه نحط ايه تاني. ادي الخمرانه. ماشي. يا بنتي قلت لك متمرن، انزلي اقعدي معايا. والله انت قاعده توقعها في الغلط. ايوه انا عارفه والله. ماشي، ادي كده ايه العجين اللي هتخمر، وادي الخمرانه. اصل احنا اسره مع بعضينا، فكلنا نقعد مع بعض هنا، مش اي مشكله خالص خالص ولا اي حاجه، عادي جدا. معانا ندى، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا ندى، عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. انت ايه اخبارك؟ انا عايزه اسالك على طريقه عمل الدونت. الدونت، حاضر قريب جدا هعمله. ماشي،
شكرا يا حبيبتي. بصوا كده نفردها بالسمك ده، يعني مش رفيعه قوي كده، يعني مش هعملها عيش لا، كده السمك ده حلو قوي. ماشي، اجيب بس ايه قطاعه او كوبايه او اي حاجه اقطع بيها، يعني فاكرين قطعنا بازازه اي حاجه، ايه الموجود عندكم قطعوا بيه. ممكن نعملها ايه مقاس ده حلو. نحاول نستغل اكبر قدر ممكن كده من الايه من العجينه، ونشيل الباقي نعجنه ونفرده تاني. معانا ناديه، اهلا وسهلا يا استاذه ناديه. الو. الو. ايوه صباح الجمال. يا صباح الفل عليكي، زي حضرتك. واحلى ابتسامه واحلى دم خفيف. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. ازيك يا نوجة؟ ايه الجمال اللي انت عاملاه النهارده والاختراعات الجميله دي؟ ربنا يخليك، ده يعني جميلة، حاجه بسيطه جميله. مقلوبه المكرونه والجديده طبعا، جربوا الكوسه بالصدق. اكيد هجربه، خلي بالك انا بحب الحاجات الغريبه اللي بتعمليها دي. الله ينور عليك، اكيد بيطلع طعمها جميل. لا بجد، والتغيير مطلوب كمان يا نوجة. الحمد لله الحمد لله. اه والله تسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها، وكل سنه وانت طيبه. بمناسبه بقى دخول المدارس ان شاء الله. اه ان شاء الله على خير، ربنا يعينك بقى كده، وحاجاتك الجميله والله كلها بتنفع مدارس والله. الحمد لله، ربنا يخليك. الله يا رب. يخليك. لا ما عندكيش فكره المدارس، انت بقى عندك شاطره قوي انت ما شاء الله. الله يخليك. ايه بقى ممكن تعملي المدارس للاولاد كده؟ لا انا تيتا بقى لسه. ما انا عارفه هتعملي لهم ايه قريب. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. الله يخليكي. الو. ايوه معاكي، اتفضلي. حبيبه قلبي، ينفع اللي بيتعمل في الامهات ده يا نوجة؟ ايه خير؟ ياما هتقوم. لا بعد الشر ليه؟ اللي بيضربوا امهم ويسرقوا فلوسها، واللي بقالهم 7 سنين ما شافوش امهم وجالها جلطه وجالها شلل وقاعده وحديها في بيتها. يا ساتر. اظن العالم كله شاف امبارح، انا بقيت اعيط والله على منظر الام دي. ربنا يستر. ربنا معاها يا رب. ربنا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في اولادنا. يا ريت كده توصي دايما على الام. طبعا في ناس مش عايزه توصيا طبعا، اكيد والله. لا ده في جفاء حصل رهيب. مش بس انا عايزه اقول لك، يعني عايزه اقول لك حاجه، يعني انا مش عايزه اظلم حد برضو، بس الدلع الدلع زياده عن اللزوم للاولاد وعدم تحملهم المسؤوليه، ده اللي بيطلعهم كده. يعني انا لما ادلع الاولاد جامد قوي واخليني دايما انا اللي بعمل لهم كل حاجه، هم مش بيدوا. يعني لازم الاولاد يتربوا ان في اخذ وعطاء اخذ وعطاء. هو الجيل اللي طالع ده اللي هو مش قادر يعطي، هو ما اترباش على كده، هو مش عارف يدي. هي الام بتفتكر ان هي ده بتدلع الاولاد وتحارب الدنيا كلها عشان ولادها. يعني عايزه اقول ده برضو ده نقص تربيه، نقص تربيه فظيع جدا جدا. انا شفت ده قبل كده كتير، مثلا وانا بربي يعني اولادي صغيرين شويه، فكان معاهم معانا ناس جيراننا والكلام ده كله برضو، فكانوا مدلعين اولادهم بطريقه فظيعه. هم ممكن مثلا طالعين الدور الفلاني ما يخلوش الاولاد ينزلوا يشيلوا منهم الشنطه عشان الدور عالي، لا انا مش هصحيه من النوم، انا هسيبه نايم واطلع انا بالشنط لغايه فوق. يجوا مثلا عايزين ينزلوا يعملوا اي حاجه، تنزل الام او الاب وتخلي الاب هو اللي ينزل كمان وما تنزلش الاولاد. الاولاد ما خدوش ان هم يعطوا، هم ياخدوا على الدلع وان هم على طول واخدين واخدين واخدين، انما ما عندهمش روح الايه؟ ان هم يدوا، ان هم لازم يخدموا. ده لازم التربيه، التربيه ثم التربيه ثم التربيه، هي دي. بص عشان عايزه دي بس حاجه صغنونه، القرص اللي عملتها دي ميه، ميه بفرشه كده، ميه خالص، ميه عاديه جدا اهي، ميه قبل كده وش القرصه. ماشي. اهي كده، وبعدين هرش عليها سكر، سكر سنترافيش عادي، سكر سكر سنترافيش اهو. الميه دي هتخليها تلزق في الايه؟ في القرصه بدل البيض. لو عايزه تعمليها ببيض اعمليها ببيض، بس دي اخف كتير من البيض.
بس كده وادخلها الفرن، سيبها تخمر 10 دقايق وادخلها الفرن على طول. طيب هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، واتقي شرعي على الهواء يا ابراهيم. خليني ايوه جر معايا ناعم اول ما اطلع على الهواء، بعد كده بينفخوني. ماشي هسكت اهو. ماشي طيب هنعمل مع بعض دلوقتي ايه؟ استنى بس ده مكانها فين اصلا؟ اتسربوا. اقعد ربع ساعة خلاص اهو شغلها تخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل دلوقتي كعب الغزال. كعب الغزال بالعجوة، كتير جدا سألوا عليه لان هو حاجة كده ايه، في منه مقرمش ومحشي عجوة والاولاد بيحبوه قوي خصوصا المدرسة جاية، فده ليه حلو قوي يعني. عارفين كعب الغزال ده لو حتى بدل السندوتشات ويروح معاهم المدرسة هايل هايل جدا، في عجوة والعجينة حلوة يعني، مش لازم حاجة تقليدية وسندوتش والكلام ده، لا مش لازم. هو ده حلو قوي لو ياخدوا لهم كام واحدة كده كعب الغزال في علبة ممتازة. حبيته بقى فاكهة، حبيته أي خضار معاها، ده لو بيحبوا الأولاد الكلام ده ماشي، ياخدوا كعب الغزال ومعاها عصير بس برضه حلو قوي. طيب أنا هعمل نص كيلو دقيق. طبعا لو أنت تعملي موضوع عشان المدرسة بتكتري بقى، تعملي مثلا على الأقل كيلو وبعدين تبقي تعملي غيره تاني. طبعا مش كل يوم هيطلع معاهم كعب الغزال، احنا ممكن نعمل كذا حاجه ونبدا بقى. ممكن القرص المسكر دي حلوه جدا برضو، انها فيها فوائد كتير، فيها حاجات مفيده كتير جدا، دي ممكن ان انا برضو ياخدوها معاهم المدرسه. يعني مش لازم السندوتش المحشي جبنه ولا محشي اي حاجه، لا مش لازم خالص، انا ممكن الحشوه تبقى جوه العجين نفسها خلاص، مش هريح نفسي واوفر كتير جدا من ان انا احط حشوه جوه العيش، اقعد اشتري عيش واشتري حشوات واشتري كل الكلام ده، لا الحاجات دي حلوه جدا 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 والاولاد هيحبوها اكتر من السندوتشات اللي ممكن تفتت منها ويرموها ولا يشحتوها لاصحابهم ولا اي حاجه، لا دي الحاجات دي ان شاء الله هحاول انا اعمل لكم حلقه كامله كده فيها حاجات مفيده وحلوه جدا نحطها في الفريزر، او نحطها لو كعب الغزال ده مش محتاج فريزر ولا حاجه، ولا حتى العيش ده، بس العيش ده ممكن يقعد 3 ايام مش هيحصل له حاجه، او عايزه تكتريه عن كده ممكن تحطيه في الفريزر. فانا عندي هنا نص كيلو من الدقيق اللي هم 3 كوبايات اللي انا هشتغل بيهم النهارده، بيضه وفانيليا دول الوش، معلقه كبيره خميره، معلقتين من السكر، كوبايه ده ربع من الزيت، وهعجن بميه وحبه بلبن ماشي. عندي هنا بقى عجوه، عصير برتقان، بشر برتقان وسمسم. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات دقيق اللي هم نص كيلو، معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره، كوبايه الا ربع زيت ماشي، رشة الملح عشان دي ما فيهاش رشة ملح، وهعجن دول كده مع بعض. وهقول تاني انا حطيت ايه. هاجي هنا بقى اجيب كزرونة وهاخد العجوة اللي انا هستعملها اقطعها كده لو هي ناشفة بالسكينة، العجوه اليومين دول حلوه بصراحه، جددوا الصنعه فيها ولا ايه مش عارفه. وبشر برتقان عليها بتديها طعم حلو ومزازه كده، بشر البرتقان مع عصير البرتقان فيها بيخليش العجوه مسكره قوي اللي تضايقك، لا بتبقى فيها مزازه حلوه قوي. وعصير البرتقان نبلها كده يعني لو نص كيلو عجوه عليها نص كوبايه من عصير البرتقان، وهحطها على النار مع معلقه سمنه، مع ايه؟ معلقه سمن مش مليانه قوي. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب لها معلقه سمنه واسيبها على النار، على نار هاديه، وكل شويه اقلب فيها لغايه العجوه ما تختلط بالبرتقان وعصير البرتقان والسمنه. نص كيلو عليه نص كوبايه من عصير البرتقان،
بس واسيبها شويه كده خلاص. هاجي بقى هنا نروح نعجن بقى واقول احنا عملنا ايه تاني. ابص بس على في الفرن معانا منال، اهلا وسهلا. لسه شويه يعني بيبان كده على الكوسايه، ما تستوي اطلعها. ما انت بتيجي متاخر، انا اعمل لك ايه؟ معانا داليا، اهلا وسهلا. الو، ازي حضرتك يا مدام نجلاء؟ ازيك، عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله. القمر ده ربنا يخليك، انت اللي جميله. والله حضرتك إيه؟ جميله جدا جدا جدا، ووقفتك احلى واجمل بجد. ده من ذوقك يا حبيبتي، ده من ذوقك، ربنا يخليكي. قولي لي ليك اي سؤال؟ بعد اذن حضرتك عايزه اعرف طريقه عمل الزلابيا. حاضر، عينيا كده. سؤال لزلابيا، عينيا. بس هاخد حبه عصير البرتقال الفاضيين دول احطهم كده على عجينه الايه؟ كعب الغزال، واديها شويه ميه او لبن. انا حاطه هنا، حاطه ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين من السكر، رشه الملح، معلقه كبيره خميره، وحطيت كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من الزيت، وشويه ميه. حط حتى ايه، معلقتين عصير برتقال كده يدي طعم حلو في العجينه. العجينه يا دوبك تلم، مش عايزاها طريه زي العيش، يعني يا دوبك تلم. هي ما خدتش مني ميه كتير كمان اهو. ماشي، انا هنا حاطه ايه، حاطه نص كيلو عجوه مع نص كوبايه عصير برتقال، معلقه كبيره بشر برتقال، ومعلقه سمنه مش مليانه. بس كده تسيبيها بقى تبرد، وبعدين نشتغل بيها. ريحتها حلوه جدا من البرتقال وبشر البرتقال اللي فيها. تمام، نيجي بقى هنا العجينه. الزلابيا يا جماعه، الزلابيا عشان استقلنا عليها. بصوا بقى احنا مثلا لو هنعمل دي مسكر اللي ايه يعني، ما كانت عايزه تخمر اكتر من كده عشان ما تشققش، بس هي مش وحشه، هي حلوه قوي كده برده، خمرت في الفرن وحلوه. بس يعني المفروض بعد ما شكلتها بسيبها عشان ما تعملكيش تشققات، دي بتسيبيها تخمر قد 10 دقائق تاني، وبعدين تدخليها في الفرن تطلع معاكي مظبوطه جدا. تمام. الزلابيا بقى اللي عايزين الزلابيا، احنا بنقول ايه، لو عملنا ممكن تعملي كوبايه دقيق واحده، انها بترمي كتير جدا. فكوبايه الدقيق دي عليها معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره خميره مش مليانه، ورشه الملح ورشه السكر ونعجن بميه بس، ولا حاجه. كوبايه الدقيق، معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره خميره مش مليانه، رشه ملح ورشه سكر، وهنعجن بالميه لغايه ما تدينا عجينه شبه الكيك او اخف من الكيك كمان شويه، لان بتسيبيها تخمر وبتبدا تتقل تاني. تمام، هي كده العجينه بتاعتها. هقولها تاني، عجينه الزلابيا، كوبايه دقيق، معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره خميره مش مليانه، رشه ملح ورشه سكر، وهنعجن بالميه. بسيبها تخمر وبعدين اهبطها تاني، يعني سيبها تخمر تعمل بقليل بقليل كده، وبعدين تعالي هبطيها يعني خمريها مرتين، وتعالي خمريها تاني. ماشي، معايا المقادير على الشاشه اهي. اوكي، بكوبايتين الدقيق. والله مش عارفين اقول لكم ايه، والله نودي جمالكم فين مش عارفه. ماشي، ايه كمان، تحمريها مرتين، يعني احمرها في الزيت بالمعلقه كده، قبل المعلقه بالزيت او بالميه، احط طبق جنبي فيه زيت كده احسن، بلاش ميه عشان ما يفرقعش منك، فيها زيت، وقبل حرف المعلقه، واقطع بالعجينه وارمي في الزيت، زيت سخن متوسط، لا حامي قوي ولا بارد قوي. وبعد كده بروح عامله ايه، بعد كده بروح اخليها تصفر واطلعها واسيبها تبرد خالص، وارجع احمرها التحميره الحلوه اللي انا عايزاها، وبعد كده انزلها في العسل عشان تطلع معاكي مظبوطه. ابدا بقى هنا كده، دي افرد النشابه،
ام محمود معانا، اهلا وسهلا. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مدام نجلاء منوره. الله يخليك، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك وتسلمينا يا رب. الله يسلمك، الله يسلمك. منورانا كده على طول. الله يكرمك، ده من ذوقك والله، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. الله يكرمك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، وانت طيبه يا رب. اموريني. الامر لله. ممكن نقدم اهداء لابني؟ اه طبعا. ابني مسافر يعني بره كده، وبقول له ايه كل سنه وانت طيب يا ميدو، وعقبال 100 سنه يا حبيبي، وتفرح بولادك يا رب ان شاء الله، وتشوفيه على خير ان شاء الله. يا رب يخليك، وسلام لادم ابنه ولمراته وكل حبايبنا اللي هناك. الله يكرمك يا رب، وربنا يرجعه لكم بالسلامه ان شاء الله على خير. شكرا جدا ليكي، ربنا يديك الصحه. بصوا كده، اجيب بقى العجوه دي، المفروض ان هي تبرد صراحه يعني. اعمل صف من العجوه كده. تمام. واقفل عليها كده بس كده، قفله واحده، قفله واحده. تمام كده. ناخد بقى دي ونبدا نبرم كده. ماشي. واقفل العجينه من هنا حلوه قوي خلاص، وابرمها كده، اعملها اطولها شويه، مش عايزاها تخينه قوي عشان تبقاش زي رغيف العيش، انا عايزاها تبقى كعب الغزال زي اللي بشتريه من بره بالظبط كده، اهو بالشكل ده. تمام. وبعدين اقطع بقى الفاضيه دي، اسيبها اخد كده واحاول اخليها كلها قد بعضها. ماشي، بلاش دي، اخدها كده احطها بقى في صينيه، وهقول لكم هعمل فيها ايه بعد الفصل. وفاصل ونواصل. ويا رجاله من الفاصل، بصوا بقى كده، هاخد اللي انا قطعناه كده بالشكل ده. انا حاطه الحشوه كبيره زي ما قلت لكم، كانها ايه، كاني حاشيه سندوتش بالظبط، يعني اللي ياكل حته خلاص يشبع بقى. حاضر، عينيا. ادي بص، ده المستوي اللي عليه السمسم، وادي الكوسه اللي بالصدق. ودي اهي انا قلبها. طب احنا عملنا معاكم اول الحلقه، هنا بقى دي هنعمل فيها ايه؟ هنديها بيض وسمسم عشان نبقى زودنا قيمه غذائيه بالسمسم ان شاء الله. اوكي، فانيليا طبعا، لازم الفانيليا، اوعوا تحطوا بيض من غير فانيليا، يعني عارفين لو مفيش فانيليا ما تحطوش بيض اصلا. فرشاه فرشاه فرشاه. طب ايه، طب ايه، نرش عليها سمسم ونسيبها شويه تخمر قد ربع ساعه، وبعدين ندخلها الفرن. يعني لو بعجن حاجه زي كده ما بولعش الفرن غير بعد ما اخلص خالص، اروح ركنها على جنب واولعها الفرن بقى، اسيبه يسخن وبعدين اروح مدخلاها الفرن، تكون بقى خمره الخمران الايه، المتوسط بتاعها. معانا روان، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا روان؟ الحمد لله. الحمد لله، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله.
قولي لك اي سؤال. كان سؤال عن حلقات المدارس هتبتدي تنزل امتى؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. على امتى كده؟ يعني ممكن من اول الاسبوع هنبدا اديك حاجات كتير ان شاء الله. يا ريت بقى يعني الجبنه الكريمي والرومي والنستو والكوكيز اللي بجيبهم بره ثلاث وحدات باربعة جنيه. يوم الاثنين ان شاء الله الحاجات دي يوم الاثنين ماشي؟ ان شاء الله على خير. شكرا يا جميله. معانا رحمه، اهلا وسهلا. الله يسلمك. ازيك يا رحمه عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت؟ انا بحب اكلاتك كلها جميله، يا ريت تعملي لنا اكلات المدرسه. حاضر عينيا ان شاء الله اكيد. شكرا يا حبيبتي. تمام ادي كده. مش مهم بقى كم واحده دول زي بعض. دي المقلوبة اللي احنا عملناها مع بعض اول الحلقة وسبتها هديت خالص وبعدين قلبتها تمام بالشكل ده. طيب ودي اللي عملناها قبل الحلقة اللي انا وريتها لكم. طيب كده عملنا ايه مع بعض النهاردة؟ عملنا مع بعض، ادخل بس الفرن كده دلوقتي، معلش انا بدخلها بدري، انت بالنسبة لك لا ما تدخلهاش بدري، سيبيها ربع ساعة وبعدين دخليها. عملنا مع بعض مقلوبة المكرونة اللي فيها اللحمه المفرومه النيه، جبنه موتزاريلا، بيض، حطيت عليها فلفل رومي وبصل وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، فرشت طماطم وبتنجان. هي اول حلقه واخرها. حطيت فيها الخلطه دي كلها وبعدين دخلتها الفرن، استوت مع بعض واللحمه طبعا خدت وقتها جدا، هي بتقعد حوالي نص ساعه في الفرن. تمام؟ عملنا الكوسه باللحمه المفرومه. الكوسه باللحمه المفرومه عايزه اوريها لك. استوت بقت هايله جدا اهي اهي. بصدق سوري صدق 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 في القطر صدق في القطر اهو. تمام ادي كده السجق مع غير الكوسه خالص بريحتها بطعمها بكل حاجه، يعني اللي ما بيحبش الكوسه هياكلها بالطريقه دي مع شويه رز بالشعريه. خلاص وجبه محترمه. عملنا كعب الغزال اللي بالعجوه اللي قلت لكم ان احنا ممكن ناخد حبه في كيس في المدرسه، مش محتاجين اي سندوتشات، هتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. كمان عملنا القرص الحلوه اللي بالعسل الابيض، دي برده نفس الحكايه تنفع للمدارس من غير اي سندوتشات، كام واحده كده في الكيس او في العلبه بتاعتهم، خلاص هي وجبه مش محتاجين حاجه تانية. خلاص ممكن بقى فاكهه او خضار معاها وخلاص على كده، مش لازم السندوتش اللي جواه حاجه محشيه، لا خالص مش لازم. لازم؟ طب مرة في الأسبوع. معانا رحمة، أهلا وسهلا. يا أماني، إزيك يا أماني؟ يا أماني. إزيك يا ست نجلاء؟ إزيك أنتِ عاملة إيه؟ أنا بحب حضرتك جدا جدا جدا. ربنا يخليك. ده من ذوقك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. أموريني. كنت عايزة أعرف بس طريقة يعني تتبيلة فراخ بس تكون بسيطة كده وحلوة من إيدك الجميلة دي. عشان تشويها ولا تعمليها صينية؟ لا هشويها. طب بصي أهم حاجة في الحاجة البصل ده عادي أنتِ عارفاه، خلاص؟ بصلة مبشورة، شوية ملح وفلفل، حطي كمون، حطي عصير ليمون، حطي زعتر بس. يبقى العادي خالص البصلة مع الملح والفلفل، كمون، عصير ليمون، شوية زعتر. كمون، عصير ليمون، شوية زعتر. دي هتجدد لك الصينيه خالص او الفرخه، هتغير طعمها تماما. وبتسيبيها متبله لمده يومين في الثلاجه عشان تطلع اللحمه طريه جدا زي تشتريها من بره، ما تشدش خلاص. بس كده وكده خلص حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وجربوها كلها. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.
ترجمة نانسي قنقر.